عندك مشكله. انا اسف ان انا بس في مشكله كبيره جدا في وزاره الكهرباء. السيد محمد شاكر ده مرشح وزاره الكهرباء وهو عنده شركات. لا اكبر ورجل اعمال. مش رجل اعمال, احنا بنتكلم اكبر مكتب استشاري في مصر في الكهرباء وداخل مشروعات مع الدوله من منطقه القطاع الخاص, جبته وزير الكهرباء. هو راجل كفء جدا. لا ما احترمنا وشفته من زمان يعني عندي فكره. يعني مش معنى كده ان احنا بنسيء اليه. لا بس التضارب المصري ازاي تكون وزير وانت الخصم والحكم. فانت جبت من القطاع الخاص نفس منطق. جبت محمد منصور وقلت ده يبقى النقل. جبت من تجاره السيارات وجبت المغربي من تجاره والتعليم التعليم الخاص حطيته. فنفس العقليه, انت جايب واحد من رئيس مجلس امناء جامعه خاصه صح. عاوز تخليه وزير حكومي. التعليم العالي التعليم. وجايب واحد, انا مش بناش جمع الاشخاص, انا بتكلم خطوره المنطق. انت بدون لف ودوران انت تستنسخ منطق احمد نظيف. فلو انت عاوز تقول هتعمل كده انا بقول لك وبقابلني مفيش نجاح من الاول, لانك انت بتهدم معنى ان كانت هناك ثوره وانا جاي رايح الى تصور سياسي. هتقول لي رؤيه, لا مش عايزين نسمعها الحقيقه. في خطا, في خطا, لانك هنا انت بتتصادم مقدما مع قضيه العداله الاجتماعيه اول حاجه. لكن ده في وزيره القوى العامه وعندك في اسكندريه اجتماع ضخم جدا. طيب. بيعترضوا على وزيره القوى العامله ناهد العشري. انت خد بالك لما جاء المهندس محلب كان في ترحيب شعبي واسع. انا اقول لك ان هذا الكلام انخفض على الاقل بنسبه 50% بعد التشكيل في الاضطراب بعد الاسماء اللي هو الدنيا. الحقيقه واضح ان في مشكله ان هو تسرع زي ما حضرتك قلت, وتسرع بلا خبره سياسيه خلفه. هو راجل مهندس شاطر ومقاول شاطر لكن المؤهلات السياسيه مختلفه. في تسرع. لما انا اتكلم عن وزاره الثقافه, ايه الاضطراب ده؟ وزاره الثقافه بس عايزين نقول للناس ان الاضطراب حصل ازاي. يعني شوف هقول لك. اتفضل. اسامه الغزالي الحرب كان استدعي امبارح الدكتور الهيئه العامه للكتاب كل شويه. انت محمد صبحي الفنان. لا التفكير يعني التفكير اصله دكتور احمد مجاهد محمد صبحي اسامه الغزالي الحرب. انا عندي مشكله دلوقتي. كان اكتر حاجه الحقيقه بتتهم بيها الحكومه الشبه السياسيه اللي فاتت ان بتنقص كوادرها خبره الدوله. وكان عندنا قبل خبره الدوله اكتسبوها وغيرهم اكتسبوها, ودي حاجه التطور الطبيعي. المشكله كمان المره دي ان التكنوقراط بعقليه رجال اعمال او عقليه المؤولين ولا عندهم فكره كمان عن متطلبات الدوله.